عين الرقيب دائما موجودة، هذا ما أكدت فرق التفتيش الميدانية التابعة لوزارة التجارة والصناعة من خلال جولاتها الميدانية المستمرة اللي تقوم فيها على الأسواق التجارية لمنع الغش والتلاعب بالأسعار بشكل مصطنع. نعم، واليوم تقوم الفرق الميدانية بجولة ميدانية في سوق الخضار المركزي أو ما يعرف بالفرضة في منطقة الصليبية، ويرافقهم فيها الزميل فهد التركي مراسل تلفزيون دولة الكويت لإطلاعنا على التفاصيل أكثر. صباح الخير فهد، صف لنا كيف هي الأجواء، وهل رصدت أو هل رصدت الفرق الميدانية التابعة لوزارة التجارة والصناعة أي مخالفات تذكر حتى هذه اللحظة؟ صباح الخير زينة، صباح الخير زميلي نجيب. تبذل الفرق التفتيشية في وزارة التجارة جهودا كبيرة في سبيل تحقيق الأمان والخاص بالمستهلكين من مواطنينا ومقيمين سواء في شبرات الخضار أو في الأسواق المركزية الأخرى في كافة محافظات البلاد. ونحن اليوم متواجدون في منطقة الصليبية وتحديدا في شبرة الخضار بهدف التأكد من تطبيق كافة الإجراءات وتطبيق القانون بشكل صارم على كل من تسول له نفسه الإضرار بالمستهلكين من مواطنينا ومقيمين. في الحقيقة جهود كبرى تبذل من قبل الفرق التفتيشية في وزارة التجارة في سبيل تحقيق الأمان والخاص بالمستهلكين ومكافحة الغش التجاري والارتفاع المصطنع للأسعار. لتسليط الضوء بشكل أكبر على جهود وزارة التجارة فيما يتعلق في فرقها التفتيشية، معنا في هذه الأثناء مراقب التفتيش في محافظة الجهراء والتابع لوزارة التجارة محمد العتيبي، سيعرفنا بجهود الفرق التفتيشية لوزارة التجارة في الوقوف مع كافة المستهلكين وتحقيق كافة الأمان لهم. بعد التحية سيد محمد، صباحك الله بالخير. جهود كبرى تبذل من قبل الفرق التفتيشية في وزارة التجارة في سبيل مكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار والتأكد من جودة المواد. في شبرة الخضار اليوم جهودكم كبرى، ماذا تقول في هذا الجانب؟ أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بناء على تعليمات وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج نقوم بعمل جولات تفتيشية على مدار الساعة في الأسواق التجارية أو أسواق المواد الغذائية مثل سوق الصليبية اليوم، وذلك للرقابة والحد من ارتفاع الأسعار، وفي حال وجود أي مخالفة نقوم بالإجراءات القانونية ويتم إرسالها إلى الوزارة. ولا ننسى أن وزارة التجارة قامت بعمل خط ساخن اللي هو الكول سنتر 135، وفي حال وجود أي شكوى أو تلاعب بالأسعار فإننا نذكر إخواننا المواطنين أو المقيمين بالاتصال على هذا الرقم، بالإضافة إلى حساب وزارة التجارة والصناعة عبر المواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أننا نشيد بالدرجة الأولى إلى وزير التجارة والصناعة فيصل مدلج ووكيل وزارة التجارة عبد الله العفاسي على دعمهم المطلق لمفتشي وزارة التجارة والمراكز، بالإضافة إلى فرق الطوارئ اللي تقوم على مدار الساعة بالتفتيش. ونحب أن نقول لإخواننا المواطنين والمقيمين أن الوزارة راح تضرب بيد من حديد عبر مفتشينها لكل من تسول له نفسه بالغش أو الخداع المواطنين. سيد محمد، يعني ما هي نوعية المخالفات التي يتم رصدها سواء في سوق الخضار أو في مراكز التسوق الأخرى؟ بالنسبة لسوق الخضار عندنا مخالفات الغش التجاري، مثلا عدم وجود بلد المنشأ والوزن، بالإضافة إلى الأسعار، في كان إذا كان حط أسعار يعني مبالغ فيها بالحالة هذه نقوم تسجيلها. أما بالنسبة للأسواق الخارجية التجارية
تقريبا نفس الشيء يكون على موضوع بلد المنشأ والغش التجاري، بالإضافة عندنا مخالفات أخرى تتعلق بالتراخيص إنه يكون في خلاف طبيعة العمل. دعمكم يعني المستمر للكوادر الوطنية من العاملين في الفرق التفتيشية، كيف يعني ترى الموضوع هذا؟ وفي الجانب الآخر، ما هي يعني الإجراءات التي يتم يعني تنفيذها ضد كل مخالف للقانون؟ بالنسبة للدعم، وزارة التجارة مشكورة يعني قامت بدعم المنتج الكويتي وتوفيره في الأسواق والمحافظة عليه، بالإضافة إلى أن المخالفة في وقت وجود مخالفة يتم تحويلها إلى النيابة عن طريق الوزارة نفسها، هي اللي تتم تحويلها إلى النيابة وتأخذ فيها جميع الإجراءات الصارمة في حق من يغش أو يحاول التلاعب بالأسعار، لأن تدري هذا أمن وطن. يعني ما هي يعني الكلمة الأخيرة التي توجهونها للمستهلكين من مواطنين ومقيمين؟ والله احنا نقول للمستهلك يجب عليك ان تتأكد دائما، وفي حال وجود عندك اي مشكلة الاتصال مثل ما قلنا قبل شوي على الكول سنتر 135 لبلاغنا او عبر حساباتنا، وحنا راح نسد اللزوم بإذن الله. كما أنني أشكر مدير إدارة الرقابة التجارية عبد الرحمن طير اللي متابعنا عن كثب وما قصر ويانا كلنا للأمانة، طبعا بتعليمات الوكيل المساعد عيد الرشيدي، ونشكركم كذلك. كل الشكر والتقدير لمراقب التفتيش في وزارة التجارة في محافظة الجهراء محمد العتيبي، والشكر أيضا موصول لكافة الكوادر الوطنية التي تعمل بالفرق التفتيشية التابعة لوزارة التجارة من أجل تحقيق الأمان الخاص بالمستهلكين من مواطنين ومقيمين. هذا كل ما لدينا، نعود من جديد لاستوديو العالم هذا الصباح. نعم زينب. زميلي فهد التركي مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.